افتتح محافظ الدقهلية أيمن مختار النصب التذكاري الجديد للشهداء وميدان النسور في ذكرى عيد القوات الجوية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد. ووضع طائرة ميج 21 وهي من الطائرات التي شاركت في أطول معركة جوية في التاريخ، معركة المنصورة الجوية. ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية على إهدائه لشعب الدقهلية إحدى المقاتلات الجوية التي شاركت في معركة المنصورة. وأكد مختار على أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها. إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصورة البصرية للمحافظات، احنا النهارده بنحتفل بإنشاء النصب التذكاري الجديد لمحافظة الدقهلية وكمان افتتاح ميدان النسور تواكبا مع عيد القوات الجوية 14 أكتوبر. عملنا تكلفة من خلال وزارة التخطيط ووزارة المالية تتخطى 400 مليون جنيه، تطوير الشوارع الرئيسية بمركز المنصورة، مركز مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية. يمكن الناس في الدقهلية مبسوطين جدا الحمد لله بتوسعة الشوارع واللاندسكيب والخضرة اللي موجودة، وحتى كمان حركة السيولة في المرور بقت منتظمة وبقت أحسن من قبل كده.